لقائي جديد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي شوفوا حكايتي. قصتنا لها اليوم جتنا من مدينة البوليدة. هذه القصة اللي حتحكيها لنا أم لثلاث بنات. هذه الأم مرت بمرحلة صعبة في حياتها، خاصة أن بنتها أصيبت بمرض السرطان وهي بعمر الزهور. المشاكل تاع هذه الأم ما بقاتش لهنا، بحيث تعدت أن الزوج ديالها أتخلى عليها وعلى البنات تاعها، وفضل أنه يبدل حياته ويبدأ حياة جديدة. ما نطوش عليكم، روحوا نشوفوا التفاصيل تاع الحكاية تاعنا اليوم ونقولوا لكم. أنا إنسانة جد بسيطة، أم لثلاثة أطفال، منهم بنت مصابة بمرض السرطان في الدم. عندي البنت الأخرى عندها الرب 100%. زاد شغل في الفترة الأخيرة اكتشفت شغل لمواتي تاع المغال تاعها حبسلها. بان طفل صغير الحمد لله. تعرفنا شو باسم كريم؟ حياة. الله يبارك. الله يبارك. حياة خدامة ومريحة في الدار. عاملة مؤقتة في ولاية البليدة. الله يبارك. اي سلمك عايشك. جوزت حياة شغلي 3 سنين هاد بتوالا من اللي مرضت بنتي. حياة جدو صعبة. حاجة ما كنتش تستنى فيها. ما كنتش نستنى فيها. كي ابتلاني الله عز وجل الحمد لله، وربي كان معايا وناس الخير كانوا معايا الحمد لله. يعني كل حقت لليوم الحمد لله. وشنو ما زلت نجوز ما دام ما حققت أمنية بنتي. ما زلت نجوز مضم. تزوجتي وجبتي دراريات هكذا شحال كيف عمرك تزوجتي؟ 32 سنة. 32 سنة. تزوجتي هنا في البوليدة؟ هنا احنا في البوليدة. في البوليدة. شحال ريحتي مع راجلك؟ 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. تزوجتي عوامك الاولين لاباس بكم؟ عايشين مليح الحمد لله. كي ناس الحمد لله. ما كاش دار اللي ما فيهاش مشاكل. صح. بصح استمرت الحياة. انا كي تزوجت شغل ما درتش في بالي يجي نهار ونخلي داري ونخرج بالمليحة بالدنيا نكمل حياتي تستمر. باسكو علاش كاين دراري بيناتنا. لحقت مرحلة تاع ما عنديش وين نزيد. خلاص شغل تحقرت. ما عشتش كيما الناس اللي كانوا متمنين يعيشوا حياة زوجية. علاش واش كان كاين المشكل معظم؟ تزوجت انت بهذا الراجل كونتوا دار وكنتوا ساكنين في الاعوام الاولين تاع زواجكم. كرينا ومن بعد رحنا لدارهم ومن بعد قلعوا مشاكل ليتو. انا جيت مشاكل مش من نوع تاع مشاكل مشاكل ما تقبلوش. انا خدامه ما تقبلوش باللي نخرج نخدم. انا ما كاش كيفاش شغل جوزت حياتي كاع برا ومن بعد طف نحبس. شغل ماني للقدام ماني للور. انا خيرت فضلت خدمتي. باسكو علاش اوريزمون فضلت خدمتي؟ شغل ربي سبحانه وحبني. جا نهار وين انفصلنا لقيت هذوك زوج دورو معليش باش كملت مالغري ما يكفونيش باش اني واقفه بهم. مضم ماشي بالك العائله تاع الزوج ديالك شويه متزمته، يعني شويه عائله محافظه ماهمش من هذاك النوع اللي تقبل هذيك المراه اللي تكون حابه تخدم وعندها كيان عندها شخصيه حابه تخدم عندها تحالاتي عندها لا لا الحمد لله هما متحفظين من ناحيه متحفظين. يعني شغل ما نقدروش نحكموا على انسان واحد اخر. متحفظين وما عنديش مشاكل زياده على اللازم. ولا كانت غير فيك انت؟ انا شفتها فيا انا وصبرت. شغل الصبر هذاك طال بزاف. لحقت وين انا مرضت من جمج. باسكو انا انسانه كتومه. ماكش هذاك الانسان اللي تخرجي ولا ما كليتش. حنا نقولوا بالاميه واحد يدير الحس يدير شي قلاله هكذا. لا 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 جامي. ما كليتش ما نهدرش ما لبستش ما نهدرش. كل شيء عادي وكلش لداخل. الموضوع كلش لداخل. ربي سبحانه يعلم واش كاين في القلب. مرض بنتي شغل هو اللي كشف في الحياه هذيك. ابري دي زون كشف في الحياه هذيك باللي الانسان هذا ماشي تاعنا ماشي تاعي.
ما نقدرش نستمر معها. حياة ما لقاتش في زوجها واش كانت تحلم بيه، رغم هذا قاومت المشاكل وقررت أنها تعيش مع زوجها وولادها. مرة ديك الفترة مضم شفتي باللي هذاك الإنسان اللي كنتي عايشة معه هذوك العشر سنين مش هو الإنسان اللي عرفتيه؟ ماشي هو، نو جو ريغريت، ماشي هو. ما أصلا ما تقبلتهاش وما نتقبلهاش طول حياتي، باسكو الإنسان هذا اللي ديته أنا ماشي مالي، خيروني هو اللي خيرني. تحدى العالم انت وحده مقتنعه بهذيك الحاجه، مقتنعه تحدى العالم باش تداني. سي بور سا اللي ما تقبلتهاش وما نتقبلهاش الى يوم الدين. يعني في سياق الكلام مضام، كيفاش حتى سمعتي ولا كيفاش حتى ديكوفريتو باللي الطفله راهي مريضه؟ راهي مريضه مرض سرطان، يعني سرطان الدم. بون لا فان 2016 رجعت ما تاكلش ما تنوش راقده برك. درت في بالي شفتها بلي تبدلت، تبدلت ولات بال. درت في بالي صفاير، قطعنا لها صفاير. جينيرال مون كي تقطع صفاير شغل من غداك تنوض تاكل تزغد، هي كيف كيف زادت. لحقت وين خلاص شويه ربع بيضو، هو كان الدم هبط. ديتها البيدياتر، بيدياتر عطاني بيهم جينيرال، غير شاف لي زاناليز هادو مع هادو، كتب لي سيرتيفيكا قباله اوسبيتاليزي. هبطها بنبول عيد ديريكتوم مباشرة مباشرة. وصاني قال لي ما يزيدون حولها حتى قطرة دم، باسكو راهي تسينيالي 274 دخلتها بالدم. بعد كي لحقنا بنبول عيد 11:30 دو ماتان، كان زوج ديالك معاك؟ كان معايا، حيت له فوالا فوالا كان معايا. قلت لها واش مريم واش بيك ماما عيطي؟ قلت له مريم مع طبيبها واش عطاني واش عطاني. جاليا انسان شغل ما ينفعنا غير شبرنا، جاليا وقف معايا سبيطار منا من 11 ونص تاع النهار حتى 11 ونص تاع الليل باش يلقاو لها بلاصه. كي لقاو لها بلاصه دخلوني، زادوا لها الدم، زادوا لها الكوب دو فلاكون دو فلاكون باش الطفله عاودت ولات زرعها الدم. ومن بعد من ثم شغل بدينا يجي بابا يشوف يجيب لها حاله العلاج ابري 20 جور. حتى كي درنا لي زاناليز في حيطرة جنان الملاك درناها ابري 21 جوغ باش عرفوا بلي مريم عندها سرطان الدم. كيما طبيبه قالت لك على ال بي لو برومي ايتا، يعني لحقتها في الاول تاع المرض. الحمد لله يا رب، الحمد لله. قلعنا في العلاج. ومن بعد اوت دخلنا في حكايه واحده اخرى، غاب علينا باباها. مضم كيفاش حتى باش الاب راح وخلاك في نص طريق تاع العلاج ولا في نص رحله العلاج؟ كيفاش حتى غاب؟ قال لك شغل دراري، شغل ذا طفل 9 موا في عمره، الطفله دخلت لي كل ما كاش شكون ما كاش كون ينوضها يلبس لها يعطيها تاكل شغل يسوانيها ما كاش. هو خير قباله شغل الطريق السهله كاع، يجيب مرا واحده اخرى باش ترفد له دراهم. يجيب مرا واحده اخرى، تجيب مرا واحده. انت مضم حياتك، انت في هذيك الحاله وبنتك راه كانت تعالج والدراري نص منا ونص منا، هو فضل مرا واحده اخرى. يا لو كان حتى لو كان الراجل هذا خلاص الحياه بينه وبين مرته، كان يفضل وقت اخر ويصارحها ولا لا؟ صح تفضلي. بون الباب هذا اسمح لي شغل ضرني بزاف، ضرني في نفس الوقت كملت كتمت. علاش كتمت؟ باسكو بنتي كانت بين حياه وموت. نكمل مع بنتي الحياه هذيك، انا ما شغل عشت واش عشت واش كتب ربي، واليوم ربي سبحانه اعطاني شغل مرض هذا رضيت به، لازم نكمل معاه. مضم انت كنتي في لوبيطال، يعني في المستشفى، كنتي مع بنتك تعالجي فيها، كنتي اوسبيتاليزي معها؟ اوسبيتاليزي. كنتي معها 7/7؟ 7/7. كيفاش حتى سمعتي باللي الزوج ديالك عاود عليك زواج وانت كنتي في هذيك الحاله وفي هذيك الفتره هذيك الصعيبه؟ كانوا حباب يجوا يزوروا بنتي شغل، يعني بون مبليده هو مبليده يعرفوا سمعوا شغل احتاروا اسكو المراه هذه مسكينه نقولوا لها ولا لا؟ لا باسكو لو كاع تاع بنتها ماهيش حاجه سهله. ونزيدوا لها حنايا مره زوج ثلاثه شغل غضتهم، لازم نصرحوا المراه هذه باش تعرف
كيما يقولوا حنايا راسها من رجليها. كي قالوا لي ما تقبلتهاش. ما كنتيش كاع جايبه اخبار مهضة، ما حسيتي كاين تغير، ما حسيتي بلي راجلك تبدل؟ ما حسيتش. انا مع بنتي كيما قلت انت 7/7، ما عندكش وقت باش تفهم واش كاين برا. انا ولادي ما نحاولش نفهم عليهم برا، عندي هذه دواها سورتو شيميو. هذيك دقيقة واش درتي؟ خرجتي رحتي قعدتي واش كان؟ ما خرجتش خويا العزيز، ما خرجتش. بون كي سمعتها ما نكذبش عليك طحت. ديجا انا عندي لاتونسيون ما تقبلتهاش. والانسانه هذه كي قالتها لي انا عارفه بلي ما تكذبش عليا، انا عارفه بلي ما تكذبش عليا، تالما تحبني بزاف ما حبتش عليا. كنت نخمم كي نخرج ندير حل في الوقت اللي كنت فيه، ما كان حتى حل. وشنو كي حتى نكمل العلاج لفتره تاع العلاج تاع بنتي فتره وبعد نشوف حياتي؟ ومن بعد نشوف. انت فضلتي حياه بنتك على حياتك انت وزوج ديالك؟ فضلت حياه بنتي، حياة بنتي ما كاش. شغل كونسير وتفضل الزوج تاعك، حياة الزوجية تاعك. أنا لا نخلي الطرف هذا اللي خلاني ونوقف مع بنتي، باسكو هذه أمانة عندنا نتحاسبوا عليها غدا إن شاء الله. أنا ماذا بيا بنتي كي تكبر تقول ماما وقفت معايا حتى الدقيقة التالية، وذوكا تقول لي ماما كي تكبري انتيا انا نقرا ونشري طوموبيل ونديك لطبيب ونرجع لك الفضل تاعك اللي درتيه فيا انا. قولها ماما انا ما درت والو، درت اللي الناس كاع ديرها مع اولادهم. حياه ما قدرتش تتقبل ان الزوج ديالها عاود زواج ودار حياته من جديد، خاصه انها كانت في مرحله صعيبه وتخلطت عليها الامور، بالاخص انها كانت في مرحله صعيبه وفي أمس الحاجة للعون. ومن بعد خرجت وشفت بعيني، يعني تأكدت باللي الزوج تاعي أعود زوج. أعود زوج غير بالفتحة هكذا؟ يعني أنا كي خرجت من السبيطار نروح لدارنا، باسكو ما عنديش لي موايان في الدار اللي كنت ساكنة فيها، ني غاز ني الحالة. يعني بيت وحدة تاع بكري تراب ما تساعدش بنتي، شغل نهربها نفضلها لابارتومون عند في دارنا. ومن بعد قعدت فترة في دارنا، يما قالت لي تروحي لدارك. فات الأم ديالك قالت لك غير روحي شوفي؟ وحدها جات قالت لي روحي لدارك. قلت لها يما أنا ما كاش كيف نروح باسكو راني عيانة من السبيطار محتاجة نرقد. وانت هذيك الفترة كنتي على اتصال براجلك عادي كان يعيط لك يحوس يسقسي؟ ايه كان هو يخرجني من السبيطار هو يجي. ما حسيتي حتى تغير؟ ما حسيتش. عندك حسيت مرة بصح ما امنتش، شغل قتلو تولي انسان مشي واعي. لا شغل بابات ولادي يدير هكا ما نظنش. حسيت مرة كانت بنتي ابلازي في اوت مودوت طاحت لي ابلازي داروها في شمره واحده وسحقت الدم، والدم بنيجاتيف قليل بزاف. يعني تقدر تقول تنوض، تقدر تقول من ثم يعني دايم الله والحمد لله. كات جور ما جاش ليا، هي في لا شومبر ايزولمون ما جاش ليا. كي جا في حاله واحده اخرى. انا فما شغل صح ماشي صح. جا لابس مليح اه جابي انا بي عريس جديد وماشي وبنتو في وبنتو عندها كونسير في السبيطار وابلازي ايزولمون مالغري حياه صعبه ما نكذبش عليك. انت باش تكون بابات ويمات في نفس واحد ووقت واحد صعيب بزاف. وما عنديش غير مريم راهي مريضه، عندي سيبيا اختها ثاني مرضت لي. بون لازم 100% نضل لايغوسول البونتو. واش راك تشوفي بالك هادو المشاكل اثروا على الدراري مضام؟ اثروا عليهم نفسيا. وانت بلا ما حبيتي دخلوا هادو الدراري في المشاكل تاعكم؟ باسكو ما كاينش كيفاه، عايشين شغل واش راني عايشه انا. يشوفوا كلش ويسمعوا كلش، ربي واحد لا شريك له. انا تالما وليت نتقلق بزاف لحقت وين نرفد الدماء مكسر شغل خلاص لحقتي وبو لحقتي الصاي خلاص شغل فات الكاس تعمر وفاض. يما مريضه واش نسيت لها بضم حياه عبال بلي الناس حيطرحوا هذا السؤال. والزوج ديالك ما تلاقيتش به ما قتلوش وراه السبه اللي عاودت عليها الزواج،
شفتني انا في حاجه، انا كنت انا كنت منقصه منك في حاجه، ما كنتش متهليه فيك، شفت مني عيب، شفت مني حاجه باش هكذا باش لوحدي عاود زواج. هي دائما كي نبوزي لا كيسيون هذه سي بيان دراري ما كاش شكون يوقف معاهم. هذه سبه برك، هذه هي ما كاش سبه واحده اخرى. بصح انت مدام كنتي مع بنته اللي هي بنتك وكنتي معها في المستشفى، ماشي كنتي انت في دار باباك ويماك وما حوستيش ني على الطفله ني على الدراري ولا لا؟ لا كنت اوسبيتاليزي. انا باش نقول لك نسامحو ما نسامحوش، هو واللي كان يسبى ما نسامحش، باسكو ما كانش وقت اللي يخير حياه واحده اخرى. هذه هي ما نسامحش ونكمل نستمر مع اولادي الى اخر دقيقه، وان شاء الله ربي يقدرني ونحقق لهم امنيتهم اللي امنيه مريم دار جديده وتقابل سيد الوالي ان شاء الله. هاكا مريم ان شاء الله. ان شاء الله. انا جيت قلت لي تهضري مع ماماك، قلت لها بلي جينا عمو بلال، جينا عمو بلال، هاني جيتك مريومه. قول له كي شفت زين وباربي مداري تشوفي الحصه تاعنا صح؟ واش راكي حابه؟ واش راكي حابه مريومه؟ قولي لي. عاودي لي ما سمعتش. دار راكي حابه دار؟ ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله دوك الناس يشوفوك هكذا، ان شاء الله يا ربي يعطيكم دار وانتي تبراي ان شاء الله. ها قولي ماكو. حياه هي تلك المراه اللي قاومت وضحت بكل شيء وكان الهدف ديالها انه بنتها تبرا وما تفقدش المنزل والزوج ديالها. والحاجه اللي لمسناها بعد محاورتنا لها هي الاصرار والعزيمه اللي قلما تلقاه. مضم لو كان نقول لك حاجه، كيفاش راك تشوفي في الزوج ديالك؟ هذه مش شخصيه تو سامبل. با ما تخليش عليا، تخلي على ولادو، لي ولادو محتاجينو بزاف. انا مهما كان كما قال اني كبيره، وشنو ولادو هما اللي ضحيه ما تقبلوهاش، سورتو البنت الكبيره مع بلو بروش البابا. ما قدرتش تقبل هذيك الحاجه باللي بابا هو يماها انفصلوا. ما تقبلتهاش وما تتقبلهاش. نتوما هكذا قانونيا انفصلتوا سي بون؟ سي بون خلاص صافي. من جانفي 2019 لا شارج شغل كاع عليا انا. صافي انت راكي الام، انت راكي الاب، انت انا كلش، انا راني كلش. وشغل مشوار طويل وعياني. علاش طويل وعياني؟ ما لقيتش شغل للبيت اللي نخليهم فيه. يعني عشاك فو وين كما يقولوا راني متنقله. كاين عند بابا كيماك، راكي عند مرة في دارنا، مرة عند أختي، مرة عند خويا، مرة عند حباباتي يخدموا معايا. أمنيتها الوحيدة تشوف سيد الوالي ويعطيها مفاتح تاع الدار، مالغري كيما قال سكنة دوكا ماهيش بالسهل باش تديها. تفضلي أنا في آخر برنامج وش راكي حابة مدام؟ تفضلي. أنا نشكركم بزاف بزاف اللي لبيتوا الدعوة تاعي وجيتوا وسمعتوني وسمعتوا مريومة. الدعوة تاعي الوحيدة شغل الوالي يسمع بحكايتي، باسكو انا عاملة في ولاية البليدة وشغل دقدق كاع في باب المسؤولين ويعرفوا مريم، يعرفوني كما قال من الباب لتحت حتى للفوق، يعرفوني وشنية الحاجة اللي راهي خاصتني. وحبيت يلحق نداء للوالي هذا ما كان. وسمحينا لي عودنا حينا لك بالك جرح كان بدا يتلم شويه، عاودنا فتحناه لك. ما يتلمش خويا، ما يتلمش، ما ماشي حاجه سهله باش نكذب عليك. بالك شغل تاع هكا تحب تنسى بصح ما تنساهاش، تجي تنسى طف طيح لك مريضه، تعودك فكره، تعودك فكره، ودائما تحس بخاوتك اللي لداخل، باسكو السبيطار ماهيش حاجه سهله. ونروحو نعاودو نوليو الحمد لله حاجه ربي، دائما نتفكروا ربي سبحانه نحمدوه ونشكروه اللي قدرني. وكما قال كملت الدواء تاع بنتي الحمد لله. واش يقولوا الاطباء يعني في ما يقدروش يقولوا قبل 5 سنين، هي شغل راهي في العام الثالث ابري 5 عام باش يقول لك شغل الدواء اذا راح يعاود يولي لها ولا لا.
مي دوك راهي في 3 سنوات اي في 3 سنين عندنا شاك 6 موا نديروا لا موال يشوفوا لي سيلول هذوك سان بيلون اه بيلون واش يقول هذا لحد الان الحمد لله الحمد لله يا ربي شغل لي سيلول راهم في بلايصهم يعني ما زغدوش الحمد لله هما 5 سنين خلاص 5 سنين يقولوا خلاص نقولوا حتى نسبه بالك شفاء 90% هكا تقدر مور 5 سنين مور 5 سنين تقدر تقول حتى 100% وشنو يبقى دائما مرض خبيث بارك الله فيك انت كبر بين يوم وليله كبر يعاودي ولا تقدر واحد يطبعها تطيح ولا شغل قاد تم يعاود يحيا ولي سيلول هذوك يقول لك لي ميدسان ابري 5 كنقولوا الحمد لله وشنو كل حاجه بيد الله الشفاء بيد الله الشفاء بيد الله تفضل شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحه صحتي شكرا يعطيك الصحه خويا صحيت ومقبل ما نختموا الحلقه تاع نهار اليوم نوجه رساله للاباء والامهات ونقول لهم باللي ولادكم امانه في اعناقكم وخلوهم بعاد على المشاكل تاعكم وانت ولا انت اذا راكم حابين تشوفوا الحكايه ديالكم في البرنامج تاعنا ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر الصفحه الرسميه لقناه النهار اللي راهي ظاهره اسفل الشاشه بقى لي غنقول لكم اتهلاو في راحكم سلام